حجز 1200 كيلوغرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتحرير 130 مخالفة هي ما انتهت إليه الحملة الوطنية لمراقبة الجودة التي انطلقت اليوم بإقليم تونس في إطار برنامج المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم، حملة أمنتها فرق تابعة لوزارة التجارة والمعهد الوطني للاستهلاك إضافة إلى أعوان صحة وأعوان من الشرطة، ومن المنتظر أن تتوسع لتشمل كافة جهات البلاد. انطلقت الحملة الوطنية لمراقبة جودة المنتوجات ومقاومة الغش بإقليم تونس الكبرى بمشاركة قرابة 20 فريق من هياكل وزارة التجارة والصناعة التقليدية ووزارة الصحة والمعهد الوطني للاستهلاك وإدارة الشرطة البلدية. وجهتنا كانت نحو منطقة المنزل الأول، حيث تتبعنا عمل فريق المراقبة بمحلين اختلفت اختصاصاتهما، حيث تم رصد مخالفات، كما تم إتلاف بعض المنتوجات الغذائية وتحرير محاذر في الغرض. عدم مطابقة درجات الحرارة نتاع خز المنتوجات سريع التعفن كما لحوم الدواجن ومنتوجات الياغورت. هذايا هوك غير صالح للاستعمال، البوبيل هذيك نورمالمون تغطي ومعبي بالوساخ نورمالمون ما تقعدش يخدم بها في ظروف هذيك. المحل الثالث كان لصنع الحلويات، لم يبتعد كثيرا عما سبقاه لتسجل به عديد الإخلالات الصحية بخصوص المكان والعملة وآليات العمل. زي العملة ماهوش نظيف وماهوش كامل، عندك التهيئة متاع المحل أو نشوفوا الفتحات التهوية بدون ناموسيات، عندنا هنا التداول نلقاو معناتها مواد أولية مش يخدموا بها وحاطينها في الهواء معناتها درجة الحرارة العادية لمدة طويلة اللي هي تتكون من العظم، والعظم حساس. عندنا معناتها بالنسبة للمعون هاو نشوف فيه لاصق فيه السويد. المخالفات المسجلة في هذا الصدد كان لها ما يناسبها في الجانب الردعي. عقوبات إدارية من الإنذار للغلق، وكذلك فيه عديد العقوبات الأخرى خاصة منها المتعلقة بحجز وإتلاف المواد الغذائية اللي يثبت عدم صلاحيتها، وكذلك هناك إمكانية متاع تحرير محاضر في الغرض ويتم إحالتها للعدالة. وقد تم حجز 1200 كيلوغرام من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، تم إتلاف 150 بضاعة مختلفة منها وحررت في الغرض 130 مخالفة و14 إنذارا صحي.